من ساحة مولانا وشيخنا ابراهيم الدسوقي. شرفنا سيدنا الشيخ ابراهيم محفوظ امام المسجد، والان مع نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي وعلم الاذاعة المصرية شيخنا احمد عوض وابو فيض، اسأل الله تعالى له التوفيق الليلة وفي كل لياليه، واسأل الله ان يحبني مثل ما احبه حتى لا اكسر العتاب عليه. يا شيخ احمد بحبك كتير، حبني نص ما بحبك بس التراضي. ايها الاخوة الاعلام، من ساحة سيدي محمد عبد الرحمن بدوي، من ساحة الذاكرين، من ساحة المساكين، من ساحة اطعام الطعام، من ساحة محبة سيد الانام، اهل هذه الساحة وروادها الذين نلتقي بهم دائما مع سيدنا الامام الحسين بن علي، ونلتقي معهم في مسجد السيد السيدة زينب والسيدة نفيسة والبدوي والدسوقي. ليست الساحة قاصرة هنا القيوبية، انما روادها يقيمون موائدهم وخدمتهم عند كل آل البيت. ايها الاخوة الكرام، قارئنا الان الشيخ احمد عوض ابو فيوض عمال يودع في سيدنا الشيخ ابو شميس. انتم مسافرين؟ يلا يا سيدنا، الناس مستعجلين ومشوقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبلك إلا
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم عليك يا مولانا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى على بصيرة أنا ومن اتبعني محمد عبد الرحمن يا قل هذه سبيلي أدعو سبحان الله قل وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله
ولا يرد
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا وتفصيل كل شيء وهدى تلك آيات الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. Ha ha ha.
يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم
صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
انما انت منذر
تجدد السعد والوعد بسماعنا لآيات سورة الرعد من قارئ أتقن بكل جد. فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض نقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ الإذاعة والتلفزيون والذي نسعد بسماعه عبر أسير موجات الإذاعة ونسعد بصورتي عبر شاشات التلفاز المصري والعربي ولنا بسماعه كل الفخر ما قرأ الجمعة او قرأ الفجر. من هنا من الساحة المحمدية الالهية لشيخ الراحل شيخنا محمد عبد الرحمن بدوي الذي اسسها على ذكر الله وعلى علوم سيرة رسول الله ومحبة آل بيت رسول الله وعلى محبة علم القرآن وحديث النبي. أيها الأخوة الكرام، باسم فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بدوي وباسم الشيخ سعيد عبد الرحمن أشكر لكم جميعا وأشكر لأصحاب الفراشة جمال لويس والإنارة سعيد عوض والهندسة الإذاعية الفولي السوي، كما أشكر لعمدة المصورين مخرجنا ناصر صلاح ومصورين محمد وصلاح ناصر، كما أشكر إلى عميد المذيعات أبو إسماعيل الإسماعيلية وإلى الشيخ محمد العزم، مصورين أيضا عمر جمال وحسن أبو عرب. نتقدم جميعا بجزيل الشكر لمولانا الكبير سيدنا الشيخ مشير المدير العام بالإدارة العامة لشؤون القرآن بوزارة الأوقاف، كما أشكر أيضا للسيد المستشار محمود بيك رمضان، وأشكر أيضا الأستاذ لمولانا فضيلة الشيخ سيد زعبوط، كما أشكر أيضا لرجال سبيل القناطر، وأشكر المهندس محمد مصطفى كامل مهندس صوت استوديوهات الإذاعة المصرية، مولانا الشيخ شعبان عبد الجيد الطرور الذي يسعدنا الليلة بإنشاده في حضرة النبي، كما أشكر مولانا الشيخ حازم شريف الشيخ محمود شريف السعدي، كما أشكر أبناء الصافية جميعا على رأس الحاج علي الزهبي، وأشكر أيضا الحاج محمد العبد الحاج رضا المراكبي والشيخ طارق ور وحركتكم مش عادة عجباني مش تعملوها تاني عشان مش ألخبط عليكم بلساني. كذلك أشكر الأستاذ محمد عبد العال الخصوص، وأشكر أيضا الأستاذ محمد السرودي الألم اليومية. أيها الأخوة الكرام